ثمانية أشهر مرت وعيون خريجي كليات الإدارة والاقتصاد ترقب حلا لمطالبهم، فلا أذن سمعتهم ولا عين رأتهم. حسين مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات، يقول ثمة تسويف من قبل الحكومة لعدم تحقيق مطالبهم، ما اضطرهم إلى التصعيد ومنع دخول ناقلات النفط إلى المصفى. ظل هنا شكو جايب الحر يعني؟ حتى ريده صارنا 8 أشهر احنا هنا، لا واحد اجانا، لا هاي خريج دار اقتصاد اجي لهنا اسد المصفى يقول لي تعال تفاوض، اروح ليه ما يفتح لي الباب، يعني شلون نضل هيك يعني؟ لا مماطله تسويف، لا يعطينا حق. تحت أشعة الشمس اللاهبة يجلس هؤلاء الشباب معلنين عصيانهم واعتصامهم أمام بوابة مصفى النفط بانتظار من يسمع صوتهم، بينما يقف آخرون متضرعين بالدعاء على الأمر يفرج قريبا. فتعطل اقتصاد الدولة هو الورقة الأخيرة كما يقولون، فلا عودة لهم حتى تحقيق مطالبهم وتنفيذها. المناشدة للحكومة المركزية وللمسؤولين، احنا عندنا 8 نواب بالسماوة، يعني ليش هذا الإهمال؟ ليش هذا التقصير؟ إلى متى يعني تنوعوا لمحافظتكم؟ يا أخي بها خط الفقر 52%، إلى متى يعني هذا الإهمال؟ التقصير منكم؟ ليش يعني شنو السبب؟ يعني هاي الشريحة مهمة شيء، شريحة الإدارة اقتصاد، يا أخي سدوها سدوها وخلصوا منها. وتحت إحدى الناقلات الممنوعة من الدخول، يسرق حسين وزملائه بعض الوقت للراحة والنوم تحت ظلها. المعتصمون هنا يقولون إن الحكومة ووعودها الكثيرة هي من دفعهم لهذا التصعيد لعدم تقديمها حلولا لهم حتى الآن. من أمام مصفى السماوة خليل بركات، يو تي في.